قرأ أيضا مع نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. بونجور أستاذ نبيل. بونجور، صباح الخير، يعطيكم العافية. أنت كمان. يلا يعافيك، تفضل. بالنسبة للعملية اللي قمت فيها عناصر المديرية العام من الدفاع المدني، كان في عندنا 49 مهمة لإطفاء الحرائق. أكيد هول مثل العادة من مختلف المناطق اللبنانية ومتنوعين، من حرائق فيهم المنازل وفيهم سيارات وكهرباء، وبس بالأغلبية هن لحرائق الأحراش والأعشاب. في عنا 3 مهمات للأنقاذ و 15 مهمة إطفاء كمان متنوعين بين حوادث السير ونقل مرضى، ومهمة واحدة للخدمات والسلامة العامة. ما كان مجموع 68 مهمة بال 24 ساعة يلي مرقت. أكيد هولي بالإضافة للمهمات المستمرة ضمن نطاق مرفق بيروت. ما قلنا دائما نذكر إنه الوقاية من الوباء يلي موجود هلا بلبنان ضروري للكل، ونتمنى للجميع السلامة. وبيبقى نذكر دائما برقم الطوارئ 125 اللي هو موجود 24/24 لتلقي أي طلب للمساعدة. وشكرا لكم. شكرا لك نبيل صلحاني، رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني مع كل عناصر الدفاع المدني. أكيد رح نروح هلا